صباح الفل على كل مستمعين قصص رعب في البيت. اهلا وسهلا بيكم يا احلى مستمعين في الدنيا. النهارده 27 رمضان، خلاص بقى يعني فاضلنا يومين او ثلاثه خلاص. يعني الشهر دوت بيعدي بسرعه يا جدعان قوي، يعني ما حد حسش بيه. وانا كنت فعلا في عايز اعمل قصص ياما بس ما قدرتش، انا اسف جدا على الموضوع ده. النهارده ما اعرفش ايه اللي خلاني اطلع تاني واتكلم، بصراحه ما كنتش ناوي اعمل قصه، بس لقيت ناس نيامه بيقولوا لي يا عم اعمل قصه في كام يوم الاخرى دولت، فقلت ما فيهاش حاجه لو عملت. النهارده 14/7/2015، الساعه دلوقتي 2:36 دقيقه بالظبط، احنا لسه في اول النهار. يعني مشكلتي لما بقول القصه ان انا ريقي بينشف في النص، فالموضوع بيكون متعب شويه، عشان كده القصص ممكن تاخد مني يومين وتلاتة. قصة النهاردة من تأليفي. القصة اللي فاتت معرفش، حسيت ان هي معجبتش الناس قوي، لان في ناس ياما قالوا لي دي شبه حاجات غريبة كده، وفي ناس تانية قالوا لي بص في احداث وقعت منك، في كلام انت كنت بتقوله كان لخبط، وكان في كلام مش واضح، والاحداث كانت توقع مني شوية. ماشي، يعني مش هقول حاجة طبعا، ده رأيكم انتوا، وانتوا اهم رأي عندي. فحبيت اعمل القصه ديت واشوف بقى هل التعديلات، يعني انا عملت كده قصه ثانيه في دماغي، فقلت هل القصه ديت بقى هتكون احسن، وعايز برضه ناس تقول لي اذا كانت القصه دي هتكون احلى ولا لا ولا وحشه. ولسه مستوى التاليف بتاعي زي ما هو ولا قل، بس انا حاسس من كلامكم في القصه اللي فاتت ان هو قل. على فكره قصه ممكن تكون عجبت ناس اكيد، وبس في ناس تانيين قالوا لي على حاجات كده كانت صادمه. يعني قصة النهاردة اسمها ساعة الظلام. ساعة الظلام، لا مش ساعة اللي هو ساعة، لا ساعة وقت الظلام. يعني والله ما اعرفش، انا كنت كده قاعد مع نفسي، فكنت قاعد البيت كله كان مظلم، فقعدت كده ابص يمين وشمال، فلقيت نفسي بقول مقدمة. يعني انا قاعد لوحدي لقيت نفسي بقول مقدمة، فقلت لا ده انا عامل قصة بقى. يلا بينا ان شاء الله تعجبك القصة ديت من تأليف العبد لله. دايما لما بتكون قاعد لوحدك وبتكون بتفكر، مجرد تفكير بس، ان ممكن اقوى سلاح في الدنيا انت ممكن تتخيله هو ايه. ايه الحاجة اللي الناس دايما بتقولك ان هي بتاكل ومتشبعش؟ الحاجة اللي دايما الناس بتقولك ان هي اقوى سلاح في الدنيا هي النار. ليه النار الناس معتبرينها اقوى حاجة؟ لان النار هي عبارة عن حاجة بتبتدي تحرق ومبتشبعش. آلة تدمير ولكن بطريقة مختلفة. آلة تدمير بتسحب كل حاجة جواها. دايما لما حد يقولك النار بتاكل ومبتشبعش، يجي يقولك اياك تلعب بالنار، عشان اللي بيلعب بالنار بيتحرق في الاخر. الناس دايما مقتنعين بان الحاجة الحسية اللي قدامهم هي بتكون اكتر حاجة مؤذية. محدش فكر قبل كده ان ممكن تكون الحاجة اللي ممكن تقتلك او تأذيك حواليك او معاك على طول، معاك في كل حتة بتروحها. انت عارف ان هي كمان ممكن تكون موجودة في قلبك؟ ايه هي؟ هي الظلمة.
الضلمة او الظلام او الظلام زي ما انت بتسميها. لو قعدت حساباتك وفكرت هتلاقي ان الظلمة هي الحاجة الوحيدة اللي بتبلع كل حاجة فعلا من غير ما تشبع. انت عارفة ان الظلمة ممكن تبلع النار؟ ودايما لما تسأل أي حد أنت ليه بتخاف من الظلمة؟ يقولك أصلي بحس إن أنا مش لوحدي. يعني أنت مش لوحدك، الظلمة هي السلاح الفتاك. اللي بيفتك بينا وإحنا مش حاسين بحاجة. كون انك تكون قاعد في ظلمة وانت حاسس ومتأكد ان انت مش لوحدك، او بمجرد بس ما تكون الدنيا ظلمة وانت تسمع صوت بسيط، صوت بسيط في الشقة او صوت بسيط تحتيك او وراك او جنبك، مجرد قلق، مجرد قلق بيموتك بالبطيء. النار ممكن تحرقك وهتقتلك في ثواني، ولكن العذاب الحقيقي بيكون لما تكون بتتعذب بالراحة، بتتعذب بهدوء. الخوف وعنصر الرعب هو الحاجة الوحيدة في حياتنا اللي ممكن الإنسان يموت بسببها، والموت هيكون من بسيط وبطيء. ما جربتش قبل كده تكون قاعد وتفضل قاعد باصص في اي حاجه ضلمه؟ جرب كده تقعد بره اوضه مثلا وتكون مظلم الاوضه دي، واقعد بعيد عنها بامتار بسيطه، بس لازم تكون بعيد عنها، مش لازم تكون قدامها بالظبط. وحاول المكان اللي انت قاعد فيه تخلي الاضاءه بتاعته خافته، وابتدي ركز في الأوضة المظلمة اللي قدامك دي. وأتحداك لو ما حسيتش إن في حد واقف جوه بيبص عليك، هتكون قاعد وحاسس ان في حد بيتحرك جوه، في حركة جوه مش طبيعية. الضلمة بتعمل حاجات ياما فينا، الضلمة بتخليك يتهيأ لك حاجات ياما انت مش حاسس بيها. الضلمة هي اصعب سلاح، اصعب سلاح الانسان ممكن يواجهه. كون انك تكون مش شايف حاجة قدامك ده في حد ذاتها مرعب، وانت مفتح عينك وشايف بتسمع كلام كتير ان في كائنات انت مش بتشوفها. تخيل بقى لما تكون الدنيا ضلمة، هل الكائنات اللي انت مش بتشوفها ديت بتفضل برضو مختفية ولا لا؟ وهتختفي ليه؟ انت مش شايفها كده كده، يعني حتى لو ظهرت انت مش هتشوفها. لو قعدت تفكر في الموضوع هتلاقي ان انت ممكن تتجن، الكلام كتير والضلمة بتعمل فينا حاجات احنا مش بنحس بيها. مفيش حاجة اصعب من سلاح الضلمة، الظلام. الحاجة الوحيدة اللي بتخليك وانت قاعد مستعد في اي لحظة ان انت ممكن تقابل حاجة او تواجه حاجة، حاجة انت مش مستعد ان انت تقابلها او تواجهها، حاجة من الصعب على العقل البشري ان هو يدركها. ان
جرب تقعد في مكان ضلمة ويكون هادي تماما، او جرب الطريقة اللي انا قلت لك عليها في الاول، وانك تقعد قدام اوضة او اي حاجة عندك في البيت، يكون مكان كبير يكون مظلم، هتحس ان في حاجات بتتحرك، هتحس ان في خيالات. جرب تنام على السرير بتاعك تظلم الأوضة، ابتدي بص بعينيك يمين وشمال، مش معنى ان انت بتشوف خيالات يبقى انت معنى ذلك ان انت ملبوس او في جن فعلا او حاجة تانية غير الجن. فكرتش ان ممكن يكون من خوفك انت، من رعبك، من رعبك انت بتبتدي تتخيل حاجات واقفة قدامك، حاجات بتشوفك، حاجات بتحس بيها وهي كمان بتحس بيك. كل ده من ايه؟ من الرعب. من الرعب بمجرد ان انت تفكر بس ان يكون معاك كائن انت مش عارف هو ايه ده في الضلمة. الظلمة سلاح، سلاح محدش بيقدر يقف قدامه. السلاح اللي غير ملموس، اللي مش هيخليك تتأذى بطريقة مباشرة، حاول تقعد في الضلمة. وتاني بقولك، اتحداك لو ما شفتش في الضلمة عينين بتبصلك مثلا، عينين مركزة معاك، عينين بعيدة او مركزة معاك، لو ما حسيتش في الضلمة ان في حد بيتحرك بسرعة قدامك، لو ما حسيتش ان في الضلمة في كائن بيتشكل قدامك، كائن تحس ان هو بيطول وبيقصر وبيتحرك يمين وشمال بسرعة، اتحداك لو في الضلمة محسيتش ان انت مش لوحدك، عشان لو انت قعدت تفكر كويس هتلاقي ان انت فعلا مش لوحدك، انت مش لوحدك خالص. وارجع تاني واقول ان ممكن يكون احتمال عقلك الباطن هو اللي بيصورتك الحاجات ديت، عشان انت متهيأ نفسيا ان انت تشوف حاجة، وممكن تكون حاجة فعلا. أنا اسمي أحمد سمير، طالب في كلية الهندسة، أنا من المنوفية، دراستي اضطرتني إن أنا مكملتش تعليمي في المنوفية، كنت لازم أروح القاهرة، بحس ان القاهرة هي العاصمة وان فيها كل حاجة انا هكون محتاجها، وان مجموعي كبير فيدخلني جامعة القاهرة وانا مرتاح،
احنا اسره متوسطه الحال، مش فقراء ولكن الحمد لله يعني اسطوره. ما عنديش اخوات، كل اللي كان ليا في الدنيا هي امي وابويا بس. بما ان انا كنت الطالب الشاطر النجيب اللي جاب لاهله الفرح والسعاده والسرور واللي خلاهم يفرحوا بيه قدام الناس واللي خلاني ادخل كليه الهندسه، والدي قال لي طيب خلاص عشان اللي انت عملته دوت انا مش هخليك تروح القاهره وتقعد في بيت طلبه او تقعد مع حد، انا هروح القاهره وهاجر لك شقه هناك. كان ده احلى خبر سمعته في حياتي بعد الخبر ان انا اتقابلت في كليه الهندسه. وسافرنا القاهرة ودورنا على شقق لحد ما لقينا سمسار دلنا على شقة. شقة كانت في حي، في حي كده متواضع، كان شكله حلو وجميل وكان في ناس شكلهم متعاونين قوي مع بعض. كانت عمارة كده كبيرة شكلها مش جديد ولكنها حجمها في الحجم هي ضخمة كبيرة. سألنا السمسار واستفسرنا منه إذا كان في شقق فاضية، قال لنا آه في شقة، في شقة في الدور الأخير. قلنا له الأخير، طب وده هنطلعه إزاي ده؟ قال لنا لا ما تخافوش في أسانسير هتطلعوا بيه. ووالدي بدأ يكلم الراجل ويتناقش معاه في موضوع الإيجار هيكون كام كل شهر. ووالدي سأله سؤال، قال له إيه أخبار الناس هنا؟ فراح الراجل قال له الناس هنا مالهم، الناس هنا تمام قوي، كل واحد هنا بيعمل اللي هو عايزه، مش هقدر اقول لك في حالهم لان هم هنا كلهم يعني متعاونين قوي مع بعض، كلهم يعرفوا بعض وكلهم بيكلموا بعض وفي علاقة ود بينهم، فانت هتلاقي الجيران هنا مع بعض يعني. بص لي وقال لي وانت حظك حلو يا احمد. مش احمد برضو؟ قلت له اه ايوه حظك حلو، انت ساكن قدام استاذ توفيق، استاذ توفيق ده راجل زي العسل. قلت له بجد؟ قال لي اه. قال لي بقى احب اقول لك استاذ توفيق ده معروف كل يوم بالعزف بتاعه. قلت له العزف بتاعه على ايه؟ قال لي عنده حاجه كده زي عود قديم كده كان شاريه من فتره طويله وبيبتدي كل يوم بالليل يقعد يعزف بيه، هواية كده غريبة كان الراجل بيعملها في فترة من الفترات لحد ما بقت عادة يعني. إيه عندك كده الشبابيك بتاعت المنور بتطل على المطابخ، وفي مطابخ وفي حمامات وفي اوض نوم، العمارة يعني زي ما انت شايف شقق هيامة، وكل واحد بقى بيستنى عم توفيق على وقت معين عشان العزف بتاعه. خد بالك ممكن تتعرف على استاذ توفيق ده، راجل محترم وطيب وهتستمتع بالكلام معاه والتعامل معاه. بص نصيحتي ليك، انت هتيجي تسكن هنا يعني لازم تتعود ان انت تكلم ناس وهتتعامل مع ناس ياما، لان الناس هنا ممكن ما يسيبوكش في حالك. هو كل واحد بيعمل الحاجه اللي هو عايزها في حاله في بيته، ولكن بره البيت انت لازم تتعامل مع حد عشان تحس ان في جو عائلي كده. والدي قال له طب تمام قوي، طب بالنسبة لفلوس الإيجار هيدفعها ازاي؟ قال له فلوس الإيجار هيجي له راجل كل شهر لحد باب بيته وهياخد منه فلوس الإيجار. قال له طب عايز نمرة حضرتك أو أعرف بس حضرتك ساكن فين؟ قال له أنا بص يعني اسأل أي حد عليا هنا في الرقم عشان أنا ناسي الرقم ومش معايا دلوقتي موبايل، اسأل أي حد هنا وهو هيديك الرقم يجي على طول. وبالنسبة لأنا ساكن فين برضو، راح طلع من جيبه كده ورقة وكتب فيها عنوان واداها لوالدي. أنا مبصيتش على الورقة، ما شفتش الورقة مكتوب فيها ايه بصراحة.
بس والدي بص في الورقه كده قال له طيب ماشي تمام، وحط الورقه في جيبه بسرعه. الراجل سالني قال لي ايه يا بطل هتبتدي تسكن هنا من امتى؟ قلت له ما اعرفش، ممكن الاسبوع الجاي او الاسبوعين او في خلال الاسبوعين الجايين. قال لي تمام قوي، تحب اجيب لك حد ينظفها ولا انت اللي هتنظفها بنفسك ولا انت اللي هتجيب حد ولا ايه؟ قلت له ما اعرفش. ماشي لو حضرتك تعرف حد يجي ممكن يظبطها لي في خلال الاسبوعين دولت يعني اكون شاكر لحضرتك وهديك اللي انت عايزه يعني. الراجل بص لوالدي وقال لي بص هجيب كده ناس يجوا ينضفوا الشقه ويظبطوها لابنك عشان ايه منين ما ابنك يجي يكون الشقه تمام. والدي قال له تمام، وانا وابني هندفع لك اللي انت عايزه يعني. انا بص انا في موضوع الدفع دوت الموضوع ده مش مهم، لان يعني بسم الله ما شاء الله يعني انا عندي عمارات ياما، وما اظنش ان لما حد يجي ينظف لحد شقته يعني الموضوع هيقف على الفلوس اللي تطلع من هنا يعني. ف ما تعملش حساب ان انت ممكن في كل لحظه بقى لازم تشوفني لازم تديني فلوس. اكيد طبعا هاخد فلوس، بس مش عايزك تحط الفلوس مشكلتك الاولى يعني، لان موضوع الفلوس مش بقتش تفرق معايا خلاص، مفيش حاجه تقريبا بدات تفرق معايا. فوالدي قال له افندم، قال له لا بقول لك يعني ان الفلوس مش فارقه معايا. انتهى الحوار سريعا بعد اللي حصل دوت، ورجعت تاني للمنوفيه. من يوميها بقى وانا ببدا احضر حاجتي وهدومي وشنطي وكل حاجه عشان خلاص هروح استقر هناك، هقعد حوالي سنه هناك. وبيني وبينكم لو الموضوع عجبني ودخل دماغي انا ممكن اسكن في الشقه دي كمان. عدى اسبوع، والاسبوع التاني بدات بقى التجهيزات اللي بجد عشان عايز اروح بقى خلاص يعني. كنا داخلين على السنه، لسه اول سنه ليا في كليه الهندسه، وودعت امي وابويا، وابويا طبعا هو اللي وصلني واداني فلوس مبلغ يعني محترم عشان لما اروح هناك اعرف اصرف واتعامل، وقال لي منين ما تخلص المبلغ دوت تعالى هديك تاني. كنت واخد عهد على نفسي ان انا مش عايز اصرف فلوس ياما عشان اهلي ما تعبهمش او مهلكهمش في الموضوع ده. وركبت القطر وسافرت، وانا في السكة بقى قعدت افتكر موضوع عم توفيق ده تقريبا دوت، والناس اللي ياما اللي عايشين مع بعض زي العيلة وجو الألفة دوت. معرفش ممكن اتأقلم معاهم ممكن مهضمش الموضوع مش عارف، بس شكل الموضوع هيكون مسلي وشكلهم ناس طيبين بصراحة. يلا بقى هي سنة هتعدي بالطلوع بالعرض وهرجع تاني، هقعد الصيف بتاعي في المنوفية وهرجع هنا تاني. ما ماشي 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 مفيش مشاكل، على الله بس الشقة تكون مريحة وتعجبني، هي فعلا حجمها كبير يعني هتكون مناسبة ليا. نزلت من القطر ورحت على شقتي بقى، دخلت الحي وقعدت ابص يمين وشمال على الناس اللي موجودين، والله شكلهم ناس طيبين قوي وبسطه يعني، لحد ما دخلت لحد باب العماره بتاعتي وطلعت على السلالم. وانا طالع على السلالم قابلت راجل على السلم كده كان شكله غريب، كان راجل شكله اكبر مني اكيد، كان شعره اسود وجسمه ضخم شويه. كلمته قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام انت مين؟ قلت له انا هنا جاركم الجديد ساكن في الدور الاخير، انا اسمي احمد. قال لي اهلا وسهلا بك يا ابو حميد، ايه بقى انت جاي منين؟ قلت له انا جاي من المنوفيه، انا اصلا المفروض يعني جاي هنا عشان ادرس، بس كنت في المنوفيه وجيت هنا عشان في جامعه القاهره هنا. قال لي اهلا بيك ومصر نورت بيك يا معلم. قلت له اهلا وسهلا بحضرتك نورت باهلها.
قال لي قلت لي انت فين؟ قلت له في الدور الاخير، انا ساكن في الدور الاخير. قال لي الدور الاخير. ابتسم ابتسامة خفيفة كده وقال لي طب تمام، ايه معاك حاجة بقى ولا ايه؟ قلت له معايا حاجة زي ايه؟ قال لي لا يعني انت يعني بص احب اعرفك بنفسي، انا اسمي محمد، انا هنا ساكن في الدور التاني، فمش محتاج حاجة يعني. قلت له لا الحمد لله كل حاجة معايا في الشنطة. قال لي جبته معاك؟ قلت له هو ايه ده؟ قلت له هو ايه ده اللي جبته معايا؟ قال لي مجبتوش معاك؟ السمسار صاحب او صاحب البيت ما قالكش، ما وصكش على الموضوع ده؟ قلت له موضوع ايه بس معلش انا مش فاهم حضرتك، موضوع ايه عشان افهم بس. قال لي يعني السمسار ما قالكش؟ قلت له والله ما اعرفش، ممكن يكون قال لي على حاجه وحضرتك قصدك حاجه تانية. طب انا مش فاهم حضرتك قصدك على ايه. قال لي جبت معاك مصحف؟ هي المشكله في اللي قاله ان المشكله حاجتين، اول واحده ان كلامه منطقي، يعني اكيد اي حد هيروح بيتها يكون معاه مصحف، بس من الناحيه التانيه ما اظنش لما اي حد يشوف حد جاي جديد لبيت يقول له انت جبت معاك مصحف او يساله سؤال زي ده. الكلمه من الاخر نشفت لي دمي. فضلت واقف متنح، قلت له طب هشوف معايا، هشوف معايا في الشنط. لميت ايدي في اول شنطه لسه لقيته بيقول لي لا 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 استنى 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 تعالى معايا انا هجيب لك واحد من عندي في البيت. بقول لك انت في الدور الثاني وانا دلوقتي حالا كنت لسه داخل البيت. قلت له لا والله عادي انا ممكن اروح اشتري واحد. قال لي تشتري واحد وانا جارك؟ لا ما عيب والله عيب الكلام ده. قلت له مش عارف اقول لحضرتك ايه بصراحه. قال لي ما تقوليش حاجه، احنا هنا هكون اهل وجيران وقرايب وكل حاجه، فمفيش ما بيننا بقى ايه الجو. شكرا ومش بعزم عليك على فكره. طب بقولك ايه، طب ما تطلع تحط الشنط بتاعتك وتيجي تتغدى معانا. قلت له لا شكرا مش الدرجه دي والله مش الدرجه دي، عايز اطلع فوق برضه عشان اشوف البيت عامل ازاي والشقه عامله ازاي واشوفها بقى. قال لي ماشي ما انت هتطلع تشوفها. ايه يا عم انت مش عايز تقعد معانا ولا ايه؟ خد بالك احنا مش بنتاجر في الاعضاء والجو ده. ابتسمت كده وقلت له لا طبعا انا مش قصدي. قال لي طب خلاص خليك واقف هنا هخش اجيب لك المصحف واجيلك. دخل استاذ محمد البيت بتاعه وفتح الباب ودخل وسمعته بيكلم مراته من جوه بيقول لها هاتي لي مصحف بس. قالت له ليه انت عايزه ليه؟ قال لها هاتيه لي بس عشان في واحد هيسكن فوق جديد ومحتاج مصحف بس هو هيسكن فوق يعني. الست بمجرد ان هي ما سمعت اسم ان هو هيسكن فوق جريت على طول وجابت له مصحف وقالت له اديهوله ربنا يكون في عونه. ربنا يكون في عوني في ايه؟ الشقه اللي فوق دي نظامها ايه؟ مش حلوه ولا ايه من اول يوم كده؟ بس ماشي ربنا يسهل معانا الحال. طلع واداني المصحف وقال لي يلا بقى عشان نتغدى. قلت له انا اسف يا استاذ محمد والله خليها وقت تاني، انا يعني خلاص انا ساكن فوقيك اهو ولا ساكن في الدور الاخير ويعني لازق لكم في اي وقت هاجي لكم بقى. قال لي تمام ماشي بس ما تجيش في وقت ان انا اكون في الشغل فيه. قلت له لا طبعا ما تخافش حضرتك انا اعرف الحاجات دي وفاهم في الاصول كويس. الراجل دخل البيت وانا طلعت شقتي فوق، طالع على السلالم عمال ابص يمين وشمال مفيش حد على السلالم، السلالم فاضيه بس سامع يمين وشمال ناس بتتكلم وستات بتزعق واطفال بيعيطوا ورجاله بيتكلموا. الحياه منتعشه قوي في العماره دي، عماره غريبه شويه. لحد ما طلعت على الدور الاخير لقيت شقتين، شقتي وشقة أستاذ توفيق.
استاذ توفيق باب شقته غريب قوي، يعني الخشب بتاعه حسيت ان هو كده متآكل شوية وقديم. باب شقته غير باب اي باب شقة تانية، غريبة شوية. الشقة اللي تحت تحس ان من الابواب بتاعتها من المدخل حتى، تحس ان انت داخل مكان هادي او مكان كويس. لكن شقة استاذ توفيق ديت من الباب بتاعها تحس ان في حاجة غلط. طلعت المفتاح من جيبي وبدأت افتح باب الشقة بتاعتي ودخلت، وبسم الله ما شاء الله لقيت الشقة زي الفل، متنضفة والعفش موجود وكله تمام. دخلت جوه ورميت الشنط بتاعتي على جنب واترميت على اقرب سرير لقيته ونمت. ولما نمت حلمت حلم غريب قوي، حلمت بنفسي وانا نايم على السرير. حلمت ان انا نايم على السرير وببص على بره، باب الأوضة ديت اللي أنا نايم فيها بيطل على الصالة بره. كنت نايم والصالة بره كانت مظلمة تماما. لكن الأوضة اللي أنا فيها كان فيها نور خفيف، مجرد نور بسيط كده بس، مش عارف مصدره جاي منين ولكنه موجود. وانا عمال ادقق بره وعمال ابص وعمال اتمهن واتفحص كده عشان اشوف اذا كان في اي حاجه اقدر اشوفها او في اي حد بيتحرك او عايز اتكلم وانادي على حد، بس مش قادر، مشلول، مش قادر اتحرك ولا اتكلم. انا مش شايف حاجه قدامي بس انا حاسس ان ممكن حاجه تحصل. مجرد الخوف في حد ذاته مرعب. فضلت باصص لحد ما النور قفل، النور الخفيف اللي كان معايا اختفى. المكان بقى سواد تام، ضلمة، السواد اللي يخليك مش قادر تشوف كف ايدك حتى. عارف انت الضلمة المميتة دي؟ عدت ثواني لحد ما النور الخافت بدأ يرجع تاني، بدأ يرجع تاني بهدوء. بس لما رجع تاني انا مكنتش لوحدي في الاوضه، انا كنت شايف عينين بتبصلي. والنور، المشكله ان النور مش عارف ابص منه، النور مش مبين لي ايه الكائن اللي واقف او مين اللي واقف. مفيش تفاصيل باينة، كل اللي باين عينين، عينين لونها ابيض، عينين زي عينينا بس تحس ان هي بتبرز قوي في الضلمة. بصالي ومركزة معايا ومبرقة. لحد ما النور خافت راح تاني، بس العينين فضلت زي ما هي وبهدوء تام. العينين بدأت تقرب عليا، بدأت تقرب عليا جدا لحد ما العينين ديت بقت
لازقه في عينيا. انا شايف دلوقتي حالا العينين بتركز في عينيا قوي. بص غالي، مش قادر افتح بقي، مش قادر اصرخ، مش قادر اعمل اي حاجه، مشلول. الهدوء فضل مستمر، هدوء تام. عينين بتبص لي وانا مشلول. وفضل الهدوء لحد وقت معين، وساعتها قمت من النوم مفزوع. قمت من النوم مفزوع على صوت صرخة في وداني كانت هتدمر طبلة وداني. صحيت من على سريري وانا جسمي كله بيتنفض. قمت واخدت نفسي وحسيت ان انا كنت مخنوق. قمت ببص على الساعة، كملت الساعة 7 بالليل. الساعة 7 بالليل وانا داخل الشقة الساعة 1 الظهر. صحيت بسرعة زي المجنون، عمال اقلب يمين وشمال في الشقة وفي الشنط، عايز ارجع كل حاجة مكانها. معرفش ايه النوم اللي جه عليا مرة واحدة ده. بدأت احط الحاجات في الدواليب مكانها واحط الكيسه بتاعتي في مكانها، وبدات اظبط حاجاتي، احس ان الشقه تكون بتاعتي نوعا ما. وفعلا بدات اظبط الشقه لحد ما خليتها على الساعه 12 بالليل شقه ممكن اقول لك بقت بتاعتي. ظبطت فيها كل حاجه وحطيت كل حاجه اللي انا عايزها مكانها وخلاص. عارف انت لما تظبط شقه ليك بيكون الموضوع مسلي في نفس الوقت، بحيث ان انت بتكون عايش لوحدك وبتخلي كل حاجة زي ما انت عايز. مفيش حد بيشاركك، مفيش حد بيفرض عليك ان انت تعمل حاجة. طلعت اكل من معايا في الشنطة وبدأت ادخل المطبخ واحط بقى ايه، اعمل عشاء نفسي. الكلام ده كان على حوالي الساعة 12 بالليل كده يعني. وانا واقف في المطبخ بحضر الاكل سمعت اللي انا مكنتش متخيل ان انا ممكن اسمعه، عشان ما جاش في بالي، مش عشان حاجه. وبدات اسمع الاتي. منكرش ان انا كنت واقف متسلطن كده وانا بسمع. بصراحة كان العود صوته بيسري في المنور كله، وكان الصوت بصراحة يعني اجمل حاجة سمعتها من فترة طويلة قوي. هو ده بقى استاذ توفيق اللي بيكلموني عليه، مش كده؟ لا بصراحة طلع يعني طلع حاجة ما كنتش متخيلها بصراحة. الصوت كان جميل، العود كان مخليني واقف مستمتع. اه والله، خصوصا كمان لما سمعت صوت ست في المنور بتقول يا بنات يا بنات تعالوا ده بدأ. وفعلا
في صوت بنات جم قربوا منها وفضلوا واقفين في المنور وبيسمعوا، كانوا باينين من الشباك بتاعهم. انا حبيتش الفت انتباه اي حد كده، فعملت الاكل مع نفسي وسمعوا. الراجل ده غير لي اليوم بتاعي تماما. انا كنت يعني متوتر وتعبان ومنهك، ولكن العود اللي في الاخر دوت بصراحة خلاني ما نسيت كل الهم ده. لا عجبني فعلا. خدت الاكل بتاعي وطلعت بره المطبخ، والصوت بقى بعيد عني لحد ما اختفى تدريجيا. طلعت بره واكلت، وبعد ما خلصت الاكل رجعت تاني لقيت ان الصوت اختفى فعلا، يعني خلص اكيد. بقيت واقف كده عمال بضحك مع نفسي بقول ياه يا استاذ توفيق انت طلعت جامد قوي، ما كنتش اتوقع بصراحه. العود بتاعك غير لي اليوم بجد يا احمد. والنور قطع بعديها. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت اللي انا سمعته ده؟ انا سمعت صوت رد، في حد رد عليا. انا كنت بكلم نفسي وانا لوحدي في الشقة. الصوت ده جه منين؟ الصوت اللي رد عليا ده جه منين؟ مين؟ حد موجود؟ أستاذ توفيق؟ حد موجود هنا في البيت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حد موجود هنا في البيت؟ رجعت بظهري لورا وساعتها كنت نسيت انا حطيت الموبايل بتاعي فين. الموبايل بتاعي نسيت احطه فين، ومعيش كشاف ولا شمعة. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارف انا هعمل ايه. بدأت اتحرك بالراحة من المطبخ وانا مش شايف حاجة قدامي خالص، وطلعت بهدوء. طلعت بره وقعدت ابص يمين وشمال، طبعا مش شايف حاجة، وانا بحاول افتكر فين الموبايل بتاعي. لحد ما وانا ماشي بحرك ايدي يمين وشمال عشان احاول امدها لاي حاجة، حتى امسك اي شنطة من الشنط بتاعتي. انا مش فاكر الموبايل حطيته فين. لقيت ايدي مسكت في جسم حد، في جثة. عرفت منين انها جثة؟ لانها كانت باردة جدا، كانت متلجة وساقعة.
فضلت امشي بايدي على جسمها لحد ما طلعت لحد رقبتها. انا كل حته في جسمي بترتعش، انا مش قادر اعمل حاجه. حط نفسك مكاني، الضلمة لوحدها ديت مرعبة في حد ذاتها. وانتهى الموضوع بقى ان انا فقدت الوعي. بعد ما لقيت الجثة ديت مسكت في ايدي، صحيت من نومي لقيت نفسي مرمي على الأرض في الصالة وأنا هدومي كلها مليان عرق، بس مفيش جثث ولا في حاجة. قمت من النوم ودخلت الحمام، غسلت وشي واستعذت بالله من الشيطان ورحت صليت. بعديها بشوية جرس الباب رن، خير بقى في كمان في ايه. رحت ناحية الباب وفتحت، لقيت ولد صغير واقف، فقلت له نعم يا حبيبي. قال لي ماما بتسلم على حضرتك وبتديك ده. قلت له ايه ده؟ قال لي ايه ده؟ فكان ماسك في ايده كده علبة صغيرة مقفولة كده، علبة صغيرة. فتح لي علبة وطلع منها سبحة واداها لي. قلت له طب ماشي يا حبيبي، انت في الدور الكام يا حبيبي؟ قال لي احنا تحتيك بالظبط. قلت له طيب تمام ماشي، شكرا يا حبيبي، اشكر لي ماما كتير. قال لي ماشي وسابني ماشي. دخلت البيت وماسك سبحه ومصحف في ايدي. هما الناس دولت في ايمالهم؟ اللي انا سمعته امبارح ده حكايته ايه؟ ايه اللي بيحصل في العماره دي؟ ايه اللي بيحصل في شقتي؟ معرفش عملت كده ازاي يعني. نزلت الشقة اللي تحتينا وخبطت على الباب. فتحت لي كده ست كبيرة وقالت لي ايه ده استاذ احمد؟ قلت لها اه انا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ قالت لي الحمد لله تمام، اتفضل. قلت لها لا ما يصحش. قالت لي لا عادي انا ولادي قاعدين جوه معايا اتفضل. دخلت جوه ولقيت ست يعني ست شكلها كبير كده قد والدتي ووالدتك. فقالت لي الهدية وصلتك؟ فقلت لها اه الحمد لله وشكرا الف شكر حضرتك، بس هو ممكن بس اعرف لزومها ايه؟ قالت لي إيه انت متعرفش؟ قلت لها انا من امبارح وانا جيت العمارة هنا، فاكيد لو في حاجة سر او في حاجة مش طبيعية انا مش عارفها، لان انا فعلا امبارح حصلي حاجة فوق الخيال، فانا عايز لو في حاجة حضرتك تقدري تقوليها لي. قالت لي بص لو اصحاب العمارة ما اتكلموش انا ما اقدرش اتكلم. قلت لها طب ممكن اعرف بس في ايه اللي بيحصل؟ قالت لي مش هقدر اقولك، بس كل اللي هقدر اقولك عليه خلي بالك من نفسك وخليك ذاكر ربنا كتير في بوقك. قلت لها طب لو سمحتي هو النور بيقطع هنا ياما؟ قالت لي بص النور هنا مش بيقطع غير في حالات معينه. انت معاك كشاف او شمعه او اي حاجه؟ قلت لها لا انا معيش حاجه خالص. قالت لي طب ثواني استنى. دخلت جابت لي كده كيسه فيها حوالي 10 شمعات وقالت لي اتفضلهم، هي يعني هتعتبرها هديه كمان مني، بحيث ان اول ما النور يقطع ايه شغله. معاك كبريت ولا ولاعة؟ قلت لها اه معايا ولاعة. بعد اذنك بس عشان انا هطلع عشان ورايا بس حاجات المفروض اعملها. قالت لي طب انت هنا من امتى؟ قلت لها انا هنا زي ما قلت لحضرتك من امبارح، انا جيت هنا بس عشان الدراسة يعني مش عشان حاجة مش اكتر من كده. قالت لي انت هتبدأ دراسة على امتى؟ قلت لها كمان اسبوعين او 3 اسابيع بالكتير ان شاء الله. طلعت الشقة وقعدت مع نفسي، بدأت أحضر فعلا بقى الكتب بتاعتي وأشوف إذا كان في ورق المفروض أروح أعمله، أو هشوف الجامعة فين، أو هعرف الطرق إزاي. لسه أول مرة جديد في القاهرة فمش عارف المنطقة كويس. قعدت طبعا بقى أدور على النت وأسأل دوت وأكلم دوت وأكلم صحابي وأتعرف على ناس تانيين كالعادة زي ما بعمل، وعادي اليوم ممكن أقولك إن هو عدى عادي.
لحد ما جت على الساعة واحدة بالليل كده واتعاد السيناريو من جديد، بس المرة دي كان مختلف شوية. خالص حكاية الجدع دوت كمان، معرفش مستنيتش مستحملتش الصوت دوت والقلق اللي هو عامله لي ده. يعني لما ادخل في ايام الدراسة والامتحانات انا مش هينفع اذاكر بالمنظر ده، يعني ده كمان هيكون هيأثر عليا من دلوقتي وفي ايام الدراسة. انا لازم اشوف حل في الموضوع ده. سبت شقتي بصراحة وما لقيتش حاجة قدامي غير اعملها غير ان انا اروح شقتي الراجل دوت واشوف فيه ايه. سبت شقتي ورحت شقته وبدأت اخبط على الباب الخشب اللي هيتكسر ده. قعدت اخبط اخبط لحد ما فيش حد فتح، بس كل اللي حصل ان الصوت وقف. الصوت وقف لكن الراجل ما فتحش. يا استاذ توفيق افتح. ولا حياة لمن تنادي، كأن مفيش حد جوه. بعديها بشوية سمعت صوت حد طالع بسرعة على السلم، كانت الست جارتي اللي تحت. وأول ما شافتني قالت لي أنت بتهب بيا مجنون، تعالى بسرعة. قلت لها أجي فين، الراجل ده تعبني الصوت العود بتاعه دوت عالي قوي. قالت لي أنت اتجننت. الست طلعت بسرعة شدتني من دراعي كده ونزلتني معاها. قالت لي انت اتجننت، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلت لها بعمل ايه، الراجل تعبني. قالت لي بص انا ما كنتش عايز احكي لك لان الموضوع فعلا ما كانش لازم يتحكى، بس انت كده مضطرين ان انا احكي لك. انت امبارح سمعتني وانا بنادي بناتي وبقول لهم تعالوا اسمعوا مش كده؟ قلت لها اه فعلا انا سمعت صوت وهو دوت كان حضرتك. قالت لي ايوه ده كان انا. امبارح انت لما سمعتني بقول لبناتي كده انت افتكرت ان انا بناديهم مثلا علشان يجوا يسمعوا او يسلطانوا؟ لا انا كنت جاي اسمعهم عشان اخليهم يشهدوا. قلت لها يشهدوا على ايه؟ قالت لي توفيق ده ميت. وده اللي انت مكنتش لازم تعرفه، وده اللي انا مكنتش المفروض احكيه، وانت خلتني افتح الموضوع من اول وجديد تاني. توفيق ميت. توفيق كانت من عادته فعلا ان هو كل يوم بيعزف على الكمانجا او العود بتاعه، بس العود بتاعه ما كانش بيعزف عليه بالليل بس، كان بيعزف عليه طول النهار والليل. لو انت فاكر ان اللي بيعمله دلوقتي دوت دوشه فانت ما حضرتش قبل كده. تاني يوم ليك وبتعمل المشاكل دي كلها. جبنا شيخ والدنيا كانت متعفرطه ساعتها. يوم ما توفيق مات وسمعنا ان العود بيشتغل تاني يوم، عمارة كلها اتلمت على الباب والرجالة كسروا الباب ودخلوا جوه عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. سبحان الله يا ابني، دخلوا لقوا الشقة مظلمة بطريقة مش طبيعية، ظلمة لدرجة ان كان في رجالة بيدخلوا الاوض مش بيبانوا. وبيتقالوا في ناس بتقول ان جوازهم دخلوا وما خرجوش، وده اللي حصل لي. انا كان معايا جوزي دخل اوضه من الاوض ما خرجش لحد دلوقتي. الكلام ده كان من سنين، وزي ما انت شايف انا عايشه وسط بناتي وابني الصغير. جبنا شيخ وبدأوا يدخل عشان يقرف البيت. المرعب في الموضوع ان الشقة كانت كمان بتكون مظلمة بالنهار، الشمس مش بتدخل الشقة اصلا. ياما شيوخ جبناهم وياما شيوخ حاولوا يدخلوا الشقة
وكل واحد يجي يقول كلام مختلف. اللي يقول ان توفيق ده كان بيعمل حاجة مش طبيعية بالسحر، وتوفيق ده كان ليه علاقة بالسحر اللي كان بيقدر يسرع بيه الجن والكلام ده. في شيخ تاني قال ان توفيق اذى الجن، فالجن بدأ يأذيه ويأذي اي حد يدخل البيت. وفي ناس تانيين قالوا كلام تاني، بس الكلام التاني ده هو اكتر كلام اتفقوا عليه، لان في ثلاث شيوخ جبناهم اتفقوا على كلام واحد، وده اللي احنا ماشيين بيه من ساعتها. قالوا من ناحية في سحر، فهو في سحر وفي شياطين كمان. الشياطين موجودة، موجودة في البيت، موجودة في الشقة دي بطريقة مش طبيعية. كانت في شياطين بتحضر في البيت ده، البيت ده ما اتلعنش، او الشقة ده ما اتلعنتش بسهولة. ولما توفيق مات كان متفق اتفاق مع الشياطين، كان متفق اتفاق مع الشياطين ان هو بعد ما يموت تفضل ليه ذكرى خالدة في الشقة، الذكرى ديت اللي هو العود. انا مش فاهمة ايه ده اصلا، يعني ايه واحد يموت ويقدر يخلي نفسه موجود تاني؟ الشيوخ قالوا لنا ان هو عمل حاجة كده اسمها، مش فاكرة، هي حاجة معناها ان المفروض هو هينفذ طلبات ليهم، بس في نفس الوقت هما هيسمعوا كلامه. قلت لها طب وانا المفروض دلوقتي انا اعمل ايه؟ قالت لي انت تختفي، انت تشوف لك شقة تانية في عمارة تانية. قلت لها لا، ده انا دافع فلوس، انا دافع مقدم. قالت لي مقدم؟ قلت لها ايوه مقدم ايجار، انا دافع شهرين قدام. قالت لي دي مشكلتك بقى. ما تحتكش بتوفيق تاني ممكن؟ قلت لها مش هتنيل احتك بيه. بس هو فين بقيه العماره؟ قالت لي موجودين، موجودين بس مش هتلاقيهم بيتفاعلوا مع بعض قوي، لان في موضوع، يعني موضوع توفيق ده عامل لبس بين الشقق يعني. قلت لها لبس يعني ايه؟ بتقول لي هنا اصل في شقة كانت متعاطفة مع توفيق، وفي شقة تانية كانت مش متعاطفة معاه، وبتقول ان المفروض نحرق البيت، واحنا مش هنقدر نحرق البيت اللي احنا قاعدين فيه، لان لو شقة وقعت مش بعيد العمارة كلها تولع. قلت لها طب ما جربتوش ليه؟ قالت لي احنا هنستنى المصيبة لحد ما تحصل، بعد كده نندم عليها، ما بلاش من اولها اصلا. وهم في خلافات من ساعتها، اللي يقول نحرق البيت واللي يقول نسيبه زي ما هو، والناس مش عارفين هيتكلموا ويعملوا ايه. ولكن لحد دلوقتي كل اللي الناس قادرة تعمله انها تفضل في بيوتها، يعني بيكلموا بعض بس ما كناش زي الاول. قلت لها طب ممكن بس تحكي لي مين توفيق اصلا؟ مين توفيق ده؟ مين شخصية توفيق ده؟ قالت لي بص، هو مشكلة ان الوقت اتأخر الساعة، بص كام، فبصيت في ساعتي لقيتها الساعة 2. قلت لها طب أنا آسف، أنا آسف جدا والله، بس أنا مش قصدي، أنا الكلام أخد بعضه بس. قالت لي طيب بص، أنا مش هقدر أسيبك تطلع شقتك دي، وفي نفس الوقت مش عايزاك تفضل قاعد معايا هنا عشان معايا ولاد وكلام الناس أنت عارف. قلت لها لا طيب، لا لا لا، مفيش أي مشاكل، مفيش أي مشاكل حضرتك، أنا هطلع دلوقتي شقتي. قالت لي طب خلي بالك، قلت لها حاضر حاضر.
ما عرفتش اعمل حاجة غير ان انا اسيبها واطلع على شقتي فعلا. فتحت باب الشقة ودخلت، بدأت اسمي الله. دخلت ابص يمين وشمال، لقيت الشقة طبيعية جدا، مفيش صوت العود ده. ساكت. حلفت ان انا مش هنام ليلتها. قلت والله العظيم ما هنام، وهبدأ اكتب مذكرات بحكي فيها كل اللي بيحصل ده. مذكرات بحس ان هي تفضل معايا، تكون ذكرى. تكون ذكرى ليا او لاي حد هيجي بعدي في الشقه دي. انا هرجع تاني لان لسه الحكايه ما خلصتش. محدش يعرف مين توفيق ده، محدش يعرف حكايته. مين توفيق ده وحكايته ايه، وايه اللي وصله لموضوع الجن والسحر وشياطين وكلام من ده؟ انا لازم ارجع تاني عشان احكي لكم الحاجات دي، لان لما قعدت تاني مع الست ديت اللي عرفت بعد كده ان اسمها مدام كريمه، قالت لي كلام ما يتصدقش. السلام عليكم.